بسم الله الرحمن الرحيم سلام الله الكامل التام الشامل العام وصلواته الدائمات وبركاته التامة على حجة الله ووليه في أرضه وبلاده وخليفته على خلقه وعباده وسلالة النبوة وبقية العترة والصفوة صاحب الزمان ومظهر الإيمان وملقن الأحكام القرآن ومطهر الأرض وناشر العدل في طوله والحجة القائم المهدي الإمام المنتظر المرضي وابن الأئمة الطاهرين الوصي ابن الأوصياء المرضي الحادي المعصوم ابن الأئمة الحداة المعصومين السلام عليك يا معز المؤمنين المستضعفين السلام عليك يا مذل الكافرين المتجبرين الظالمين السلام عليك يا مولاي يا صاحب الزمان السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين السلام عليك يا ابن الأئمة الحجج المعصومين والإمام على الخلق أجمعين السلام عليك يا مولاي سلاما مخلص لك في الولاية أشهد أنك الإمام المهدي قولا وفعلا الذي تملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا فعجل الله فرجك وسهل مخرجك وقرب زمانك وكف